ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. صباح الخير مرام. أهلا إسماعيل، صباح. مرام، تابعنا ريشي سوناك في كييف اليوم، يعني كيف تقرأ موسكو وكيف يتم قراءة هذه الزيارة إلى كييف؟ نعم إسماعيل، يعني هذه ليست الزيارة الأولى لريشي سوناك إلى كييف منذ توليه منصب رئيس الوزراء البريطاني، وطبعا هذه الزيارة كان الهدف الأساسي منها هو إعلان الدعم الكامل وزيادة الدعم العسكري إلى أوكرانيا. وبحسب تصريحات ريشي سوناك أنه سيتم زيادة هذا الدعم ليصل إلى 2.5 مليار جنيه استرليني، أي بزيادة مقدار حوالي 200 مليون جنيه استرليني عن العامين السابقين، إضافة إلى أن هذه الزيارة تكللت بتوقيع اتفاقية أمنية ثنائية مشتركة بين أوكرانيا وبريطانيا لمدة 10 سنوات. ما تتضمنه هذه الاتفاقية هو الخطر الذي تستشعره موسكو من خلال، طبعا إضافة إلى زيادة الدعم المالي العسكري، هناك زيادة في إرسال الطائرات المسيرة بريطانية الصنع، والتي التي تتضمن طائرات مسيرة دفاعية إضافة إلى طائرات مسيرة بحرية وطائرات مسيرة تستطيع تنفيذ ضربات بعيدة المدى. وبحسب تصريحات سوناك أنه سيتم توريد الآلاف من هذه المسيرات إلى أوكرانيا. وصف الرئيس زيلينسكي هذه الاتفاقية بغير المسبوقة، كونها ليس فقط ما تتضمن بنودها، إنما أيضا كون أن بريطانيا هي الدولة الأولى من الدول السبع التي قامت بتوقيع هذه الاتفاقية بعد اجتماع مجموعة السبع في ليتوانيا، وتعهد جميع الدول الأعضاء في المجموعة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أوكرانيا. فبريطانيا اليوم تتصدر قائمة الدول الموقعة لهذه الاتفاقيات الثنائية. هنا موسكو قرأت هذه الاتفاقية على أنها خطر وإعلان حرب حقيقي من قبل بريطانيا على روسيا، كون أنها تتضمن أيضا تدريب لعسكريين وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني. جميع هذه البنود هي محاولة يمكن القول أنها تواجد بريطانيا على الساحة بشكل مباشر ومواجهة روسيا بشكل مباشر، بحسب تصريحات نائب مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي قال بأنه في حال وجود مدربين عسكريين بريطانيين على الأرض بشكل مباشر فإن ذلك يعتبر إعلان حرب بالنسبة لروسيا. وبالتالي هذه الزيارة تحمل طابعا تصعيديا، طابعا رسميا في التعاونات الثنائية، وطابعا ربما تصعيديا تجاه روسيا الدرجة الأولى، كون أن أيضا ريشي سوناك صرح أن أمن أوكرانيا اليوم يعني أمن بلدنا، وبالتالي بريطانيا اليوم تقحم نفسها بشكل مباشر في الصراع الروسي الأوكراني. نعم إسماعيل. مرام، إلى موضوع آخر أيضا، يعني موسكو تنتقد واشنطن ولندن بسبب الضربات في اليمن، والناتو قال بأن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين الدفاعية، ماذا تحدثين عن هذا الموضوع مرام؟ نعم إسماعيل، يعني نحن نعلم أنه قبل يومين فقط تم عقد جلسة لمجلس الأمن وخرجت بقرار تدين فيه الهجمات على الحوثيين دون استخدام أي قوة عسكرية أو تخويل أي طرف من الأطراف لاستخدام قوة عسكرية. وعلى هذا الأساس اعتمدت روسيا بتوجيه انتقادات للولايات المتحدة وبريطانيا بشن هجمات واسعة على اليمن، بحجة طبعا أنها تقوم بحماية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب. بحسب التصريحات، أبدأ من الخارجية الروسية التي قالت أن الضربات الجوية الأمريكية هي مثال آخر على مخالفة الأمريكيين والبريطانيين للقانون الدولي ومحاولة أيضا لتحقيق أغراضهم التدميرية، بينما الكرملين وصف هذه الضربات بأنها غير شرعية. وبحسب
حسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قال بأن هذه الضربات لم يتم وضعها في القرار المعلن من قبل مجلس الأمن الدولي، وأن روسيا امتنعت عن التصويت على هذا القرار، وبالرغم من ذلك نفذت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا هذه الضربات غير الشرعية بحسب وصفه. أيضا من خلال هذه التصريحات كان هناك تصريحات مقابلة لحلف الناتو، كون أن كل من بريطانيا والولايات المتحدة هما عضوان في حلف الناتو، ولكن بطبيعة الأحوال حلف شمال الأطلسي لم يتبنى قرار هذه الضربات، ولم يقول في بيانه أن الضربات تمت بالموافقة على الأعضاء أو على كامل الأعضاء في حلف الناتو والذي عددهم يصل إلى 31 عضو. وبالتالي اليوم قراره أو البيان الذي خرج فيه حلف الناتو هو بيان دفاعي، كون أن كل من بريطانيا والولايات المتحدة هما عضوان في حلف الناتو، إضافة إلى الدول الداعمة للبلدين بهذه الضربات هما هولندا وكندا، أيضا هما عضوان في حلف شمال الأطلسي. قال حلف المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي أن هذه الضربات هي دفاعية وللحفاظ على الملاحة البحرية، كون أن مضيق باب المندب هو من أهم الممرات المائية التجارية والتي تشكل حوالي 12% من ممرات السفن التجارية في العالم. وبالتالي اليوم هذه التصريحات هي فقط لتأكيد أن حلف الناتو يحاول الدفاع عن أعضائه المنتمين له، لكن دون ربما إقحام نفسه بشكل مباشر في هذه الضربات. وطبعا ربما تتكرر هذه الضربات في حال تم تبني الحوثيين لعمليات لضرب السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل بالدرجة الأولى، وكون أن هناك عملية حارس الازدهار التي ينضم إليها كل من لندن وواشنطن في هذه العمليات، وربما هناك محاولات أخرى تصعيدية، كون أن الحوثيين أيضا قالوا بأنهم سيستمرون بضرب السفن المتوجهة إلى إسرائيل. نعم إسماعيل. مرام إلى فرنسا، جابرييل أتال رئيس حكومة جديد للبلاد، اليوم يعني أبرز التحديات الداخلية التي تواجهه. نعم إسماعيل، يعني بالفعل حكومة جابرييل أتال اليوم أمام مشكلات داخلية شائكة ربما تركتها رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن أمامه، وأهم هذه القضايا هو ما يتعلق بأولا قانون الهجرة، هذا القانون الذي أثار حفيظة الشارع الفرنسي، كون أنه يتجه نحو اليمين المتطرف بشكل أكثر مما هو يتجه إلى الأحزاب اليسارية التي ينتمي إليها ماكرون وحكومته بطبيعة الأحوال. قانون الهجرة سيبت فيه من قبل المجلس الدستوري في 25 من يناير، وربما اليوم يسعى أتال إلى تغيير بعض إجراءات هذا القانون أو حتى حذف بعض هذه الإجراءات، وربما حذفه بالكامل لإرضاء الجهات الداعمة لحكومة ماكرون وهي الأحزاب اليسارية، وربما هذا أيضا قد يعتبر انتصار على الأحزاب اليمينية التي وصف ماكرون هذه الإجراءات في قانون الهجرة التي وافق عليها بعض الأحزاب اليمينية أنها غير دستورية. أيضا ما يتعلق بالميزانية المالية العامة هي أيضا أحد التحديات التي يمكن أن يواجهها أتال، من خلال أن وزير الاقتصاد الفرنسي سعى إلى رفع معدل الميزانية لعام 2024، وأيضا إيجاد ما يقارب إلى 12 مليار يورو كمدخرات لعام 2025، وهذه طبعا الإجراءات ربما تعتبر صعبة في خضم ما تعانيه اليوم فرنسا في اقتصادها من تضخم وعدد من المشكلات الداخلية التي يعانيها الاقتصاد الفرنسي، وسيكون طبعا
أتال وحكومته مسؤولين عن هذه المناقشات التي تطرح فيما يتعلق بالميزانية العامة الفرنسية. وأيضا هناك بعض الإجراءات الأخرى أو التحديات التي يمكن أن يواجهها فيما يتعلق بالبطالة والتعويضات. فنحن نعلم أن هذا البند هو كان من أهم أو على رأس أولويات الرئيس ماكرون في حملته الرئاسية لعام 2022، وتعهد أن يكون معدل البطالة حتى عام 2027 أقل من 5%، ولكن عام 2023 أظهر أن معدل البطالة ارتفع إلى حوالي 7.5%، وبالتالي هذا أيضا تحدي جديد يفرض على حكومة جابرييل أتال سيواجهه بطبيعة الأحوال. أيضا بعض التحديات ما يتعلق بالتعليم، أيضا مشروع إصلاح المساعدات الطبية الحكومية، إضافة إلى استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية في هذا العام. لكن التحدي الأخير والأبرز الذي يمكن أن يواجهه جابرييل أتال هو ما يتعلق بالانتخابات الأوروبية التي ستجري في يونيو المقبل، والتي يمكن أن تضع حكومة أتال في مواجهة أمام المرشح اليميني جوردان بارديلا، الذي يعتبر اليوم في استطلاعات الرأي هو المرشح الأبرز. وبالتالي حكومة جابرييل في حال قامت بهذه الإصلاحات التي ذكرناها سابقا، ربما قد ترجح الكفة إلى حكومة رئيس الوزراء الحالي جابرييل أتال، وبالتالي حكومة ماكرون والأحزاب اليسارية التي تنتمي إليها. نعم إسماعيل. تحديات جمة إذا تنتظر الحكومة الفرنسية الجديدة. من موسكو مراسلتنا مرام حمصي، جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.